التصويت الثاني. بالنسبة للتصويت الثاني، خلقوا وضعت كرتان اس 1 واس 2 بين جدارين مستويين ورأسيين ا بي والسي دي، بحيث يتحقق توازنهما. مركز الكرتين او 1 واو 2 والنقطة A تنتمي إلى نفس المستقيم، نعتبر الاحتكاكات مهملة. بالنسبة للشكل، عندنا تما خذوا واحد جوج ديال الكرات، وضعوا الكرة الأولى مثلا هنا، هذا هو المركز ديالها، وكرة ثانية هنايا. إذا هذا المركز ديالها هو أو 1، هذا المركز ديالها أو 2، هنا النقطة هي M، هذا مثلا سميتو السي دي، هنا A بي، هاد النقطة هادي هنا ديال التماس هي كا، هاد النقطة هادي هنا هي M، هادي هي الكرة اس 1، هادي هي الكرة اس 2. السؤال الأول، أجرد القوى المطبقة على كل من الكرتين، هذا الأول، وصنفها في جدول إلى قوى تماس وقوى عن بعد، محددا مميزاتها التالية. بالضبط هضر على المميزات اللي شفنا في التمرين السابق، نقطة التأثير، خط التأثير، والمنحة، بس باش الشدة ما مطلوباش في هذا الجزء هذا. الآن طلبوا لنا جدول، غنحاولوا نرسموا شي جدول. ندير واحد الجدول هنايا، هذا الجدول خصو يكون فيه، غندير جدول على هذا الشكل. إذا غندير الجسم هنا، هذا الجسم، إذا غنضرب الجسم إس واحد، من بعد غنشوف القوى المطبقة على الجسم، نصوبها هنا، ومن بعد غنشوف صنفوها واش تماس ولا عن بعد، ولا تماس موجزة ولا تماس موضع، ومن بعد غنصوب مميزاتها، القوة، وغادي المميزات غادي نركز على ثلاثة، نقطة التأثير، وخط التأثير، والمنحة. نبدأ بالنسبة لهذا الجسم الأول اللي هو اس واحد. إذا اس واحد عنده كتلة، إذا غادي تكون خاضع للوزن ديالو. إذا أول قوة هي الوزن بي، إذا اس واحد هي خاضع القوة اللي كيخليها الوزن بي. مزيان، إذا هذا هو الجسم الدروس. إذا غنشوف الآن هذا الجدار هذا أب كيأثر على الكرة، كيأثر عليها في نقطة أن. إذا تأثير الجدار أب، ومن بعد حتى الجد هذا القعر أ سي، حتى هو كيأثر تأثير القعر أ سي. مزيان، وحتى هنا هذه الكرة هذه الثانية كتأثر عليها، إذا تأثير الكرة اس 2، يعني هادوك القوى اللي مطبقة على اس 1. لو القوى مطبقة على اس 1 هي هذه، أنا جربتها، هنا ما داعي أنا نقسم، لأن هادشي كل هادو كلهم كيخصو الجسم اس 1. الآن ندخل على اس 1 وعاد نمشي نكمل الدراسة ديالي مع اس 2. إذا بالنسبة لعند الوزن بي، السهم ديالها هي قوة عن بعد معروفة، إذا هذه قوة عن بعد. تأثير الجدار أ بي، تأثير الجدار أ بي، إذا كنشوف بأن الجدار متماس مع جسم اس، إذا هو تأثير تماس، بما أن المساحة تماس نقطة، هو تأثير تماس موضع، إذا تماس موضع. بالنسبة للقاع هو متماس مع جسم، إذا هو تأثير تماس، ومساحة تماس صغيرة بحيث يمكن اعتباره نقطة، إذا تأثير تماس موضع. نفس الشيء بالنسبة لنا في الكرة اس، وجود هي تأثير تماس، تأثير تماس موضع، لما تمس مع الكرة اس واحد ومساحة تماس نقطية. بالنسبة الآن لعند نقطة التأثير، بالنسبة لعند الوزن باش معروف بأن نقطة التأثير هي مركز الثقل، مركز ثقل الجسم اس واحد. بالنسبة لتأثير الجدار أب، الجدار أب في كيأثر على هذا في النقطة أم، هاك دير نقطة أم. بالنسبة لعند القاع كيأثر على الكرة هذي في النقطة ك، نقطة ك. إذا بالنسبة لعند الكرة اس اثنين كتأثر عليها في النقطة هذي، نشوفو شنو سماوها في رمزية في التمرين، سماوها ال، هاد النقطة ال. الآن خط التأثير، بالنسبة للوزن راه معروف بأن خط التأثير هو مستقيم رأسي، رأسي يمر من مركز الثقل، هادي راه محفوظين ديال الوزن بي. بالنسبة للنقطة ام هنا، خط التأثير هو هذا،
أفقي يمر من أم. أفقي يمر من أم. بالنسبة لعن في النقطة ك هنا تأثير هو هذا رأسي يمر منك. رأسي يمر منك. ال تأثير الكرة اس ده في النقطة ال. لا لا التأثير غيكون هو مستقيم ديال الكاميرا من هنا من المركز ديال هاديك. إذا هو مستقيم أو أو بريم. مستقيم أو واحد أو جوج. إذا الآن الملحة الوزن تاعها معروف نحو الأسفل. إذا الملحة ديال الوزن هو نحو الأسفل. بالنسبة عند تأثير الجدار الآن هذا الجدار هذا فيها يكون كيف فعل الكرة يفعل الجهة الأخرى إذا نحو اليمين. إذا الآن هذا القاع اش كيدير الكرة واش كيهبطها لتحت ولا كيدفعها الفوق؟ لو كان كيهبطها لتحت كان طاحت يعني هو كيمنعها من السقوط يعني راه كيدفعها الفوق نحو الأعلى. بالنسبة عند هذا كيدفع من هاد الكرة هذي راه كتدفع ماشي كتجر الكرة كتدفع كتضغط عليها إذا هاد الكرة هذي يقوم من حد القوى يقوم من هذه الكرة لهذه الكرة إذا هنا في هذا المحل إذا من الكرة اس من اس واحد نحو اس اثنين. إذا هذه المميزات ديال القوى مطبقة على جسم اس واحد. الآن غادي نشوفو بالنسبة لجسم اس اثنين. بالنسبة لجسم اس اثنين نفس الشيء عندو الوزن ديالو. إذا القوى الأولى هي الوزن طي اثنان سميناه هنا سميناه بي واحد. ايضا كاين تاثير الجدار سي دي وكاين تاثير ديال الكره تاثير الكره اس واحد. اذا هادو هما التاثيرات. اذا هاد الكره هادي كيتاثر عليها الجدار هذا كتاثر عليها الكره هادي كتاثر عليها الوزن ديالها يعني كتاثر عليها الارض قوه التجاذب الكوني اللي شفناها في الدرس السابق. الان المميزات ونقطة التأثير والتصنيف غادي نشوفوه. إذا الوزن بي شفنا بأنه هو قوة على البعد. تأثير الجدار وتأثير الكرة إس هادو تماس موضع علاش لأن الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه تماس سي والمسافة بين ومساحة التماس قلت صغيرة جدا يمكن اعتبارها نقطية. إذا بالنسبة عند مركز نقطة التأثير هنا ندوز المميزات ديال القوة. نقطة التأثير دائما الوزن بي هو مركز ثقل الجسم ثقل اس اثنان. خط تأثير الجدار سي دي هذا الجدار سي دي كيتأثر الكرة في النقطة ان هنا النقطة ان. بالنسبة لتأثير الكرة اس كتأثر على اس واحد كتأثر على اس اثنان في النقطة ان. بالنسبة لعند هنا خط تأثير ديال الوزن دائما رأسي يمر من مركز ثقل. بالنسبة للملحة نحو الأسفل بالنسبة للوزن. لا لا بالنسبة على النقطة إن هنا هاد الكرة هادي كتدفع الكرة كتحرك في هذا الاتجاه هذا. إذا أفقي يمر خط تأثير أفقي يمر من إن هنا نحو اليسار من حد القوة هذي. هاد القوة اللي كتدفع تبقى تجاه كتدفع الكرة لهذا الجهة إذا نحو اليسار. إن هنا أفق المستقيم هنا أو واحد أو اثنان ومن الجسم المؤثر اللي هو اس واحد من اس واحد نحو اس اثنان. اذا هذه الكرة هذه كتدفع الكرة فوق اس اثنان نحو الاعلى. هذا هو الميزات ديال القوى المطبقة على اس واحد و اس اثنان والتصنيف ديالهم حيت صنفناها من قوى التماس وقوى عن بعد والتماس واش موضع ولا موزع. السؤال الثاني الان قال انقل الشكل ومثل بدون سلم متجهات القوى المطبقة على كل من الكرتين. اذا هما متجهات القوى اللي شفناها غنحاولو نمثلوهم تما. نبداو بالوزن الطي اللي هو سهل. إذا الوزن بي نقطة التأثير هي مركز الثقل ها هي. إذا هذه هي بي جوج وما ننساش المتجهات وهذه هي بي واحد. هنا ما كيهمنيش السلم يعني طول السهم ما كيهمش لأنه قليل بدون سلم. الآن غنمشي نمثل التأثير ديال الجدار أب بي. الجدار أب بي قد خط التأثير ديالو هو المستقيم الأفقي هنا والملحة ديالها نحو الأعلى. إذا من هنا غنصبح تسلم هكا. هذه هي التأثير ديال الجدار أم. بالنسبة لهذا الجدار هذا كيأثر في هذا الاتجاه هذا. هذه هي القوة ديالو نسميها ديتها إف نسميها إف بريم. إذا بالنسبة لعند القاع هنا
كيأثر على هذه في هذا الاتجاه. نسميها لي مثلا اف سوب 1. ما ننساش القوة بسهم كما قلت. هنا بقات لنا هذه القوة هذه، لأن القوة اللي كتبقى هذه على هذه قلنا غتكون هنا كتبقى على هذه الجهة. نسميها لي مثلا تي متجهة. والقوة اللي كتبقاها هذه الكرة اس اثنان على اس واحد غتكون منطلقة من هذه النقطة في هذا الملح. إذا هذه نسميها تي بريم. هذا هما القوى اللي شفنا، وباش التمثيل ديالهم باش تسهل عليا من خلال الميزة.